مشاهدي الاعزاء، تحت رعايه كريمه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي والرئيس الاعلى لجامعه حمدان بن محمد الالكترونيه، انطلقت اعمال المؤتمر السنوي 2012 بسلسله من المؤتمرات المتزامنه مع الكثير من الفعاليات. تفاصيل اوفى من خلال هذا التقرير مع الزميله ياسمين الملاح. نظمت جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية مؤتمرها السنوي تحت عنوان التنافسية القائمة على الابتكار، الذي بدأ بسلسلة من المؤتمرات المتزامنة التي تناقش أبرز القضايا المتعلقة بالتعليم الإلكتروني والصحة والجودة، بحضور مجموعة من أبرز العلماء والخبراء والمفكرين، وذلك في فندق أتلانتس بدبي. الحقيقة جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية جامعة تسعى بأن تكون المحفزة للجامعات في المنطقة في تأصيل البحث العلمي في DNA الجامعات، في DNA. لذلك المؤتمر السنوي العام لجامعة حمدان الحقيقة ينظم هالمؤتمر الكليات في الجامعة. هناك مؤتمر سنوي عام تحت مظلة لثلاث مؤتمرات فرعية، لكل كلية مؤتمر، وكذلك المؤتمر أهميته أن يسمح بتلاحقح الأفكار، بتشجيع البحث العلمي، الأوراق العلمية، المؤتمرات هذه كلها محكمة دوليا. فلذلك نحن حقيقة نحفز ليس فقط يعني الباحثين والأكاديميين، بل نحفز حتى الدوائر الحكومية على مستوى الدولة وعلى مستوى الإمارات، كل إمارة دوائر محلية، بأن توثق تجاربها المتميزة في دولة الإمارات عبر مثل هالمؤتمرات العلمية. لأن كما تعلمين يعني المؤتمرات العلمية هي المجال الوحيد للتوثيق العلمي الصحيح لإنجازات هذه الدولة. جامعة حمدان الإلكترونية تنظم المؤتمر السنوي تحت مظلة التنافسية القائمة على الابتكار. طبعا الابتكار موضوع مهم سنتطرق إليه هذه السنة من خلال المؤتمرات الثلاثة التي تنظمها الجامعة: مؤتمر الجودة، مؤتمر التعليم الإلكتروني، ومؤتمر الصحة الإلكترونية والبيئة. تحت كل من هاي المؤتمرات حنتطرق لموضوع الابتكار في المجالات المختلفة. طبعا هاي السنة يشرفنا أنه عندنا متحدثين من دول مختلفة، عندنا 11 متحدث رئيسي من بينهم السيد روان جيبسون المعروف بالسيد الإبداع من قبل الإعلام، واللي راح يتحدث اليوم للمشاركين المؤتمر. في عندنا بالأمس أجرينا حلقات طاولات مستديرة في ميدان التعليم الإلكتروني، في ميدان البيئة والموارد المائية المياه. يعد المؤتمر السنوي الذي تنظمه جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية يعد منصة مثالية لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة على تعزيز الجودة وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، حيث شهد المؤتمر مناقشة 160 ورقة بحثية حول تلك المحاور من خلال ثلاث مؤتمرات فرعية مصاحبة للمؤتمر السنوي للجامعة، بهدف تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والرؤى العلمية بين الخبراء على الصعيد الإقليمي والمحلي.